توقعات الأبراج ليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 13 كانون الأول 2023. بالنسبة ليك النهاردة هيكون يوم الأربعاء مناسب جدا لكل متابعاتك لكل شؤونك الداخلية اللي هتبقى أكتر واقعية بالنسبة ليك ولكل مهماتك وكل التزاماتك المفروض تعملها، ولازم بعد كده تتحمل مسؤولية أكبر من اللي انت متعود عليها، حتى في مذاكرتك لو كنت لسه بتدرس، حتى على وظيفتك المهنية النهاردة هتبقى تعليمك وعاطفتك مرتبطين جدا ببعض، لازم تحافظ عليهم بشكل كبير، هيبقوا متجمعين جدا في التعبير عن كل مشاعرك، لكن ده مش هيبقى بجد فعلي في المظهر ده اللي بتعتبر فيها جدية أكتر من جانبك تجاه كل الأشخاص اللي حواليك، مش بس تعبير عن نفسك، لا برضو تعبير عن سوء الحظ اللي ممكن يبقى عندك والارتباط اللي بيبقى في الفترة دي. هتبقى في أنشطة كتير هتبقى مناسبة ليك متعلقة بالعقارات والإصلاحات اللي بتخص البيت، لو في حاجة بايظة أو في حاجة محتاجة تصليح النهاردة منك هتبقى في دعم أكتر من كل الأشخاص اللي حواليك في إزالة لسوء فهم كان متعرض ليه بسبب مشاكل كبيرة جدا بتخص أشخاص كبار السن عندك في الأسرة. في حل صراع واضح جدا وحلو معاهم النهارده، هتعتمدوا على انكم تتفاهموا مع بعض اكتر وتعتمدوا على والدتكم اكتر او امراه هتعتبر اكبر منكم في السن في البيت. النهارده هيبقى في 18 يوم بس على نهايه السنه، فخلينا مستعدين اننا نطهر نفسنا، ننظف نفسنا من كل الاخطاء اللي ممكن تبقى مش حلوه في شخصيتنا في الفتره دي. فهيبقى في اجتماعات حلوة يوم الأربع، هنبقى في حماية في أحداث زي ما قلنا بتخص حد من أفراد أسرتنا، هيبقوا في أشخاص مختلفين بيرفعوا من معنوياتنا ومن مزاجنا وهيخلقوا عندنا مشاعر تعتبر ممتعة جدا بالنسبة لنا، هنبقى مبسوطين بيها جدا. اجتماعنا معاهم هيسبب لنا حماية وأحداث في حياة أفراد عندنا، هتبقى في أحداث مختلفة جدا وهترفع مزاجنا وهيخلقوا عندنا مشاعر ممتعة جدا في كل حياتنا اليومية. هنلتزم بس بأننا نتحقق من كل نجاحاتنا القديمة وهنحصل على النتيجة اللي احنا بنتمناها. ممكن تبقى نقع في شوية مشاكل في بعض الأحيان، لكن يوم الأربع مناسب عشان نجرب الحب أكتر. هنبقى بتجيلنا أحداث حلوة فيها أخبار، فيها دعم، فيها عرض من شخص قريب لينا، هنبقى بنؤمن بتجارب عاطفية وحب ورومانسية. هنبقى بنتقابل النهاردة مع أشخاص مهمين جدا، هنزور بعض وهنزور مؤسسات حلوة جدا في يومنا ده. بالنسبة لنا هنبقى قويين أكتر يوم الأربع، هنبقى بننفذ كل حاجة احنا عايزينها بطريقة أو بأخرى، في شجاعة واضحة جدا عندنا في أيامنا دي، وهنعتبر أكتر تحفظ في النضال اللي احنا بنلتزم بيه. كل ده هيحمينا بسبب اننا ما نقعش في متاعب، فما فيش داعي اننا نحس بالشك والخوف. احلامنا هتبقى مميزه جدا، عواطفنا قويه من نوعها، حالتنا فدائيه جدا ومتقلبه في بعض الاحيان، لكن ببشرك اليوم ده في انك انت تعتبر شخص شفاف جدا قصاد كل الاشخاص اللي عندك. مهمه جدا اننا نفكر بكل ثقة أكتر في كل مشاكلنا اللي بتنتابنا في الفترة الأخيرة، وهيبقى الحل سهل جدا قدامنا، لكن على الأرجح هنسعى عشان نلاقي الحلول الأكتر. حتى لو كان قدامنا يوم رائع، إزاي نعرف نفكر فيه وإزاي نكون عندنا فكرة واضحة عن إزاي نحقق النجاح ونتوصل لاتفاق مع العالم حوالينا. حتى لو كنا النهاردة بنسيب يومنا ده في شوية أجهزة هنغطي بيها كل احتياجاتنا وهنشتري حاجات تانية، هيبقى في شغلنا في تبادل البضائع، هيبقى في إنتاج معين هيزيد إن شاء الله وهنبقى مبسوطين، هيبقى عندنا حاجة غير متوقعة للخطط اللي بتبقى بتخصنا، هنواجه أحداث ممكن نعتبرها غريبة من نوعها، لكن ما ننساش ان اليوم ده مناسب لو حبينا نتصل مع اصدقائنا او اشخاص احنا بنحبهم. الاجتماعات هتبقى حلوة جدا وخاصة جدا بينا، هتبقى عندنا شغل متزايد، في تجمعات اكتر، في مكالمات اكتر مع اصحابنا هتثير اهتمامنا بالمعلومات المشتركة اللي عندنا. حتى لو كنت النهاردة عندك يوم مناسب عشان تتقابل وتتجمع مع أشخاص بتحبهم، أصدقاء قريب، هتبقى أنت النهاردة حابب توزع عليهم تهنئة خاصة وهتبقى بتفاجئهم،
هتبقى بتحيك حاجة، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليهم كلهم وهتبقى بتبسطهم، فما تحسش بالقلق من ناحية ده. هتأكد لك عزيزت غريزتك النهاردة عن ان في اخبار مهمة ممكن تعتبر مربكة في بعض الاحيان، لكن في معلومة بتخص شخص عندك انت مش عارفه شخصيا بشكل كبير. لكن قدامك النهاردة يوم عاطفي زي ما قلنا، ما ننساش ده، الحب هيبقى في حياتنا بنسبة كبيرة، هيقدم لنا تجارب مختلفة مع شريك حياتنا. مقرر اننا نعرف حبيبنا على حد من أسرتنا النهاردة، وهنبقى ممكن ناخد عرض مميز جدا من شخص هيعتبر خارج شغلنا، عرض شغل جديد بالنسبة لينا. هنطلب مننا اننا نهتم بس بصحتنا الفترة الجاية بشكل جدي اكتر، حتى لو كان عندنا مهمة بتهمنا النهاردة اننا نكملها، هنتابع فيها وهنتعلم معاها ازاي نكمل في التفاصيل اللي هتبقى متعلقة بالاشخاص اللي ليهم دور كبير جدا في حياتنا. ولما كل ده هيبقى توقعاتنا في النهاردة بطريقة واضحة بتخص أسرتنا بشكل كبير، هتبقى عندنا بنقضي وقت واضح عشان ننظم نفسنا ونحضر نفسنا بشكل كبير لكل الأيام الجاية إن شاء الله. وبكده بنكون وصلنا نهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني دايما باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.